عمل بلوك لكريستين وكريستين زعلانه، هنصالحهم ازاي؟ مصيبه نو كومنت. مين كريستين دي؟ مش شفتهاش قبل كده. ليه مجنون تنني؟ مقابله كده مطعم كيف مش احلى مني. حفله كويسه ويجيب اصحابها ويقدم لها هديه كويسه ويجيب لها ورده كده ويعملها توم كروز. حقه يعني مصر معروف، مصر طول عمره معروف بكبراته وبقواته. ايه بخاطر كريستين؟ كريستين مجروحه. انا صالحها بقلبي. وانت اصلا ازاي اقول لك لا؟ بس معلش هو انني زعلان شويه بس مش عارف ليه. اقول خلاص شوف واحد تاني غيره. مش هينفع كده واقول له انني دي حاجه ما تعودش يعني. هيصالحك وهيعمل لك مفاجاه حلوه قوي. استحمليه، هم كده الرجاله عايزين نستحمل شويه. بيبي انا اسف. قلبي معاها يعني، قلبنا كلنا معاها الصراحه. هو ما وعدهاش بحاجه، حاجه تخصها هي يعني. هو ما وعدهاش بحاجه ولا كان في قصه حب ولا الكلام ده. ما تزعيش يا كريستين، وكريستين حامل. طب قول حاجه للنني عشان كريستين زعلانه جدا متضايقه قوي. قول لها انني دي حاجه ما تعوضش يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. ما ينفعش، لازم يصالحها كده. دي مش اخلاق ولاد البلد يا نني. انت راجل يعني انجلترا، فامان انت غيرتها. لا هو ما يزعلش كريستين، ما حدش يعمل لها بلوك. هو انسان محترم بس مش عايز يمشي في الغلط يعني، مع انها بنت حلوه. لا منه لله بامانه، ما ينفعش يسيبها. يا نني بطل وسامح، مسامح كريم. ازاي يا كريستين يعني؟ كله الا كريستين. مش فاهم يعني، انت بترفض النعمه؟ ممكن من البدايه دي تجر بقى لعلاقات غير شرعيه بس، فهو قفل القصه دي خالص عشان هو انسان متدين. انت شفت صور كريستين؟ شفت كريستين. ايه يعني انت في ايه يا عم؟ انت راضي عن نفسك؟ طيب راضي عن اللي انت عملته؟ حد يزعل بني ادم زي دي؟ لو كريستين عندك على تويتر هتعمل لها بلوك؟ يعني هي تضيفني وانا مش هشيلها خلاص. اه ليه؟ عشان انا روش. ما ينفعش كريستين، لازم اساسي عندي على تويتر. اعمل تويتر مخصوص عشان اعمل لها فولو كتير. حد يفتكر يبقى عنده كريستين؟ لا اكيد يعني، ابقى غبي وعبيط وكل حاجه يعني. لا انا الحمد لله ما بكلمش بنات غير في الاطار الشرعي بس. انا لك انت ومال الحاجات دي؟ لا ازاي؟ مستحيل. عادي مش اخلاقي. ما عرفتش اجيبها. تعمل لها دعوه حلوه. يا رب تحج كده وتجي لنا مصر وانني صالحها. لا يا رب يعني يرجعوا لبعض تاني. ربنا يهديها بس. فحبوا كلهم يجوا عشان يصالحوا كريستين. تحب تقولوا ايه لكريستين؟ اسفين يا كريستين.